البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وسن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، فلا تشاركوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ أما الذين من داخل فأنتم تدينونهم، أما الذين من خارج فالله يدينهم. فاخرجوا الخبيث من بينكم. أيتجاسر أحد منكم له دعوة على صاحبه أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأمتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. فإن كان لكم محاكم في هذه الحياة، فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. أقول هذا لتخجلوا. أهكذا ليس بينكم حكيم يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك لإخوتكم. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا الزناة ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المأبونون ولا مضاجع الذكور ولا السارقون ولا الظالمون ولا السكيرون ولا الشتمون ولا الخاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية، بركتها علينا أمين. لذلك يا أحبائي، إذ نحن منتظرون هذه، أسرعوا أن توجدوا بلا عيب ولا دنس قدامه في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما أنه أيضا يتكلم عن جميع هذه الأمور في كل رسائله التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها الجهلاء وغير الثابتين كباقي الكتب التي تسوقهم لهلاك أنفسهم. أما أنتم يا إخوتي، فإذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تضلوا بضلال الجهال فتسقطوا من ثباتكم بنفسكم. وانموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي له المجد من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. إبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة
فلتكن معنا أمين. وإذ كان منطلقا واقترب من دمشق، فبغتة أضاء عليه نور من السماء فسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا رب؟ فقال له: أنا هو يسوع الناصري الذي أنت تضطهده، لكن قم واصعد إلى المدينة فيقال لك ماذا ينبغي لك أن تصنعه. وأما الرجال الذين كانوا منطلقين معه فوقفوا مندهشين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فأمسكوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، فمكث 3 أيام لا يبصر ولم يأكل ولم يشرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 5 أمشير أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيح القديس الأنبا بشاي صاحب الدير الأحمر بغرب سوهاج. اتولد في قرية باصونة التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج. في شبابه كان بيرعى الغنم وبعيد عن الحياة الكنسية والفضائل المسيحية. ربنا سمح له بمرض وشاف في رؤية مكان العذاب للأشرار، فبكى كتير ورفع عينيه للسماء وصلى وقال: يا سيدي وإلهي، إذا شفتني أنا هتوب وأعيش معاك على طول. وفعلا ربنا شفاه وبدأ طريق القداسة والزهد وترك الغنم وكل شيء وصعد للجبل، فقابل الأنبا بيقول خال القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فسكن معاه في جبل أدريبة وعاشوا مع بعض حياة عبادة ونسك وجهاد في الصلوات والأصوام لمدة طويلة والسهر الروحي وكمان احتمال التجارب والضيقات، وكان ربنا بيخلصهم منها. اتعرف الأنبا بشاي في كل مصر وكتب مقالات كتير وتعاليم نافعة للجميع. وفي فترة عاش معاهم الأنبا بيقول في عبادة ونسك، وبنوا مساكن في الجبل وكمان بنوا كنيسة على اسم القديسة العذراء مريم. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام وكفنوا القديس الأنبا شنودة ودفنوا في الدير اللي اتسمى باسمه، وهو مشهور بالدير الأحمر غربي سوهاج. وكتب الأنبا شنودة رئيس المتوحدين سيرته النسكية المباركة. بركة صلواته تكون معانا أمين. وكمان زي النهاردة تذكار نقل أعضاء 49 شهيدا شيوخ شهيد، ونياحة البابا أغريبينوس البطريرك العاشر من بطاركة الكرازة المرقسية، ونياحة الأنبا أبولو رفيق القديس أبيب. وزي النهاردة كمان استشهاد القديس أبوليدوس بابا روما ونياحة القديس أبانوب صاحب المروحة الذهب.
بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. الاعتراف والبهاء قدامه، الطهر والجمال العظيم في قدسه، لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا، مرهوب على كل الآلهات. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي الغد رأى الجمع الذي كان واقفا عند عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة، وأن يسوع لم يركب السفينة مع تلاميذه، بل مضى تلاميذه وحدهم، وجاءت سفن أخرى من طبريا عند الموضع حيث أكلوا الخبز الذي شكر عليه الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس موجودا هناك ولا أيضا تلاميذه، ركبوهم أيضا في السفن وجاءوا إلى كفر ناحوما يبحثون عن يسوع، ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له: يا معلم، متى أتيت إلى هنا؟ أجابهم يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيه لكم ابن الإنسان، لأن هذا قد ختمه الله الآب. والمجد لله دائما.